السلام عليكم المشاهدين الأعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية لانتم ولا الناس العزاز عليكم. كنتمنى المهمات ديالي خوتي وخواتاتي ما تنسونيش من اللايكات ديالكم ودوروا لي التعاليق والبارطاج الى نزل على خاطركم. هذا الفيديو هذا غادي يكون باناشي الحجبان الشيطان، حجبان موكا، حجبان الجنيه ديال السريعه البواله الشيطان الحبابه، وغنجاوبو كذلك ما نساوش رجلين القصبة صاحبة مول الخرشف اللي خارجة بواحد المغالطات. وشوفي خاصنا نقيو لك وديناتك واحد شوية، ودي شنيتي كتصرتي يا رجلين القصبة يا رجلين عوا تصرتي بزاف. ولكن نجاوب حجبان الشيطانية الأولى، هاد الفيديو قلت لكم غادي يكون باناشي، تفرجوا في الفيديو من الأول حتى الأخير أخوتي، حيت غنعطي القاصح في الأخير ديال بصح. غادي نبدا بالسريعة اللي قالت لك خاص القنوات يخرجوا الاعتذار، اللي مع السعاد كاملين يخرجوا باعتذار. بغيتي الاعتذار مرحبا على راس العين ودي حجبان الشيطان. باش غنسولك بعدا، اش دوك الحجبان السريعه درتي البارح؟ واش ركبتي؟ شكون رسم لك هذوك الحجبان؟ ما عرفنا الحجبان ديال جنيه ولا حجبان ديال الشيطان. اش دوك الحجبان وديك الشوهه درتي في راسك البارح؟ اود انا خلعتيني، والله الا خلعتيني البارح. داتك الحجبان من لاقاتهم من وعطيتك طلعت فوق. المشكله ما عندكش الحجبان، ما عندكش الوجه ديال الحجبان، وجهك بحال الصنداله وقال لك دايره حجبان كبر من وجهك. قول كمان هي الحجبان البارح داك الفيديو ديالك، قالت لك باغي اعتذار. مرحبا ودي السريعه، ها واحد اعتذار لك وها واحد اعتذار لشنيتيكا، بارك عليك. ولا نزيدو ها الاعتذار نيابه على المتابعين ديالي، وها الاعتذار سعاد كتعتذر لك حتى هي، وها اعتذار لشنيتيكا. حاشا المشاهدين ديالي زاد قالت لك اعتذار، نعتذروا من حدا الشيطان ديال الخلا، من بقى من قريده نعتذروا منا حنا. لا يحييك ولا يتمناك، حتى القنوات مصداقيه اعتذروا من الشيطان ديال الخلا من هريبه. واحد المغالطات اللي قالتهم السريعه البارح اليوم خطيرين بزاف، عاوتاني هي ما كتبان لها الفرصه كتستغل الفرصه. قالت لك انا تربيت بيئه ريفيه بعيده على النفاق والغدر، وهذه الحمد لله لي ما تربيش في بيئه واحده اخرى. شوفي حنا كلنا مغاربه، حنا كلنا سواسيه، كيجمعنا دين واحد ووطن واحد وملك واحد، ما عندناش الفرق ما بين هذا ريفي وهذا شلح، هذا عربي، هذا كلنا بحال الحمد لله. ما تجيش وحده ممسخه بحالك شيطان ديال الخلاق بواله، حتى تكوني انت بعدا ريفيه يا الشيطان، وانت كيتبراو منك ناس الريف هما متبعين الريافه المحترمات. كنعرفو ناس الريف كيتزوجو بالشان وبالمرشان وبالعائلة ديالهم، ماشي مدلولات الشيطات كيتزوجو بالديوتي، كيتاجرو بالمناطق التناسلية ديالهم. يا الهريبة يا المسخة اللي كتبغي دير الفتنة في البلاد، كتبغي تستغلي الفرصة. لا أنا تربيت في واحد البيئة ريفية والحمد لله ما تربيتش في بيئة واحدة أخرى، على كيجاوك البيئات الأخرين. كلنا بحال ما عندناش حنا الفرق ما بين هذا ريفي هذا شلح هذا صحراوي، كلنا بحال الحمد لله، وكلنا مغاربه وشعارنا الله الوطن الملك. ما غنتسناوش وحده خانزه ديال الخلاق، وحده عاهره ديال الخلاق، الشيطه ديال امزورن تجي وتقول لك لا حقا هاد المنطقه احسن من هاد المنطقه، ما عندناش حنا هاد الشيء. فهمتي المسخه؟ هذاك اللي عقله متخلف ولا العقل ديالو هنا في كاكا حاشا المشاهدين، هو اللي عنده هاد التفكير هذا، واللي كيبغي يدير الفتنه في البلاد. يا المسخه يا الهاربه يا الكلبه يا الشيطان، قلت لك اعتذروا. ولا ليه حي الزمان تنعتذروا من المسخه ديال الخلبه بقى قول هذا. راه عطيتك الاعتذار، بغيتي تزيد الاعتذار ماشي مشكل، نعطيك اعتذار واحد اخر. والله الا قالت لك تربيت في هاد الريفه في هاد البيئه احسن من هاد، تكوني بعدا انتي ريفيه، تتكوني انتي بعدا ريفيه. حنا كنعرفوا الريفيات، يا بدي كون سمعوك الريفيات كون هربوا. الريفيات الحشمه والعراض كيتزوجوا بالشان وبالمرشان. شوف عاد الصداق ديالهم كي كيكونوا، الذهوبات ديالهم اللي كيجيو في الخطبه كيفاش كيكبروا بهم رجالاتهم وكيفاش كيحتارموهم. فهمتي؟ ماشي بحال الشيطه ديال الخلا بواله مدلوله تقول لك انا لا. كلنا بحال وكلنا مغاربه، وبركه من الفتنه، بركه من الفتنه. يا الكلبه انت فين ما كتستغلي الفرصه كتبغي دير الفتنه في البلاد، يا القراده يا البقه. دابا غندوز لشنيتي كرجلي القصبه، غنخليكم هاد الفيديو غادي يكون باناشي، راه عقلي اخوتي راني سناني باغي عندي ندوز ليهم. شنيتي كالبارح قالت لك الحمد لله خارجه البارح كتفتخر، ها وليدي ها وليدي ها وليدي على وليدي المفارقع براءة، ها على وليدي المفارقع براءة.
قالت لك حقا ولدي مفرقع خرج براءه والحمد لله انا ربيتهم احسن تربيه، لا باينه التربيه تبارك الله عليك احسن تربيه ودي شنيتيكا، ربيت وليداتي احسن تربيه. وولدي تا الاخر قالت لك مشدود، سمعوا الكلام الخطير اللي قالت شنيتيكا البارح، قالت لك تا ولدي الاخر اللي مشدود لي على اللي مغتصب ايه ومحكوم دابا بسنتين، قالت لك هذاك تا هو غير خبش كما كيخبشوا كاع الاولاد، لا كما كيخبشوا كاع الشميت بحال ولدك اللي ما مربينش، اللي مربين في الزناقي، اللي مربين في وكر ديال التحراميات وديال الشياطين وديال العهر، هما اللي كيديروا هذا الاسلوب وكيتعدوا على بنات الناس. دابا انت شنيتيكا كتشجعي الشباب على انهم يمشيو عاك يخبشوا حق مساله عاديه، ان واحد الولد يمشي يضحك على واحد البنت قاصر ويغتصب ويضحك عليها، كتسمى ديك عندها هي غير خبش، اخبش بحال هكا كما كيخبشوا كاع الوليدات. ولدك بيدوفيل اللي كيضحك على واحد البنت قاصر كيتسمى بيدوفيل، ولدك مجرم نال الجزاء ديالو، هذيك جاي من سوء التربيه ديالك انت يا شنيتيكا، باش خرجي وتقولي ولدي غلط ماشي ما غلط خاصو ينال الجزاء ديالو، لا ولدي غا خبش قالت لك هادشي غا خبش، اي والله يعطي لك 100 كلب يخبشك من قزيبتك، قولي امين يا ودي شنيتيكا. هادي زيد على نهار اللي قالت لك عسرة كتمشي عند جده وكيقول لها اجي تخشيح حتى نديرو شنيتيكا، اجي دير لي شنيتيكا، هي لهادي ولدي غا خبش. هادشي وقع عندكم نتوما في ديوركم عادي، عندهم عادي هادشي في ديورهم الاغتصاب وهادشي ديال الجنس، حيت عائله مكبوته من كبيرهم حتى صغيرهم كلشي مكبوت، الله يستر العائله ديال الكبت، العائلات المسخن هما اللي كيكونوا بحال ما هكا. البارح بينتو انكم محتفلين حقا بالبراءه ديال بوكريشه وكتنقصوا، كنت غادي نكون فرحان انا معاكم، وكنت انا غادي نحتفل معاكم واحد القضيه، وكاع المتابعين كانوا غادي يحتفلوا معاكم لا من هاد الطرف لا من هاد الطرف، كون فعلا بوكريشه خرج براءه ولكن واحد القضيه، كون عرفنا شكون المغتصب، كون قلتوا شكون المغتصب وتعرف شكون المغتصب، ديك الساعه كنا غنحتفلوا معاكم وكنا غنعتذروا منكم. عرفتي السريعه هنا النقطه اللي فلتت ليكم، كان غادي يكون احتفال زوين كون فعلا بان المغتصب اول شكون يضحك على ديك البنت وخرج بكريشه براءه، ديك الساعه كنت غادي نحتفل اقسم بالله الا كنت غادي نقول نعتذر منكم ونفرح معاكم، ولكن من البنت باقا الان ما قايلاش شكون اللي اغتصبها وباقا الان مكتوب على ظهرها البلاكه بقات على ظهرها، ما كاين احتفال. فهمتي السريعه، كون الاب ما خرجش من الولايه هو كيصلي على النبي وكيزغرته عارف ان بنته مغتصبه وخارج كيصلي على النبي، كل ما كانش الاب كيقول انا معايا الورقه الرابحه اللي هي بنتي الورقه الرابحه، وكان كيقول من هو المغتصب، وكان كان الاب كيقلب على شكون يضحك على بنته ودار مجهود ومشى وتعاون مع السعاد ويقلب على شكون يتعدى على بنته، كنت غادي نفرح بالبراءه ديال بوكريشه. فهمتي السريعه، وكان غادي الاحتفال يكون زوين، احتفال بالاصول ديالو، ان تعرف واحد المجرم اللي كيضحك على بنات الناس، واحد الكلب، واحد ديوتي اللي كيتعدى على بنات الناس، ديك الساعه كنت غادي نفرح معاكم. ولكن الاحتفال محتفل بالبراءه ديال بوكريشه وباقا البنت ما معروفش شكون المغتصب ديالها، وخارجه كتضحك واحتفال وباق بينتو على واحد على سميتو قمه الانحطاط ديالكم. اشنو زعما ها هو بوكريشه خرج منها ولكن المغتصب مازال تستر عليه البنت، هذه علامة استفهام خاصكم تجاوبوا المتتبعين ديالكم وتجاوبوا القاطع اللي متبع عندكم تجاوبوه، كنتمنى انكم تجاوبوا القاطع ديالكم على هذه النقطة، من هو المغتصب؟ فهمتي السريعة، هذه مربط فرس وهذا الشيء علاش نايض هذا الشيء كامل وهاد القيامة كاملة، ما احنا ما بيناش بوكريشة يمشي للحبس ولا يخرج من الحبس، ما عندنا غلط حنا بوكريشة، حنا بغينا نعرفوا شكون المغتصب، مادام هذا الموضوع تطرح في السوشيال ميديا والخبرة بينات هذا الشيء. والام عندها الام كتقول لك عندي اليقين زائد الشهاده ديال مجده، حنا بغينا نعرفوا شكون المغتصب، حنا كنقولوا نهار الاول الا كان بوكريشه بريء ياخذ البراءه ديالو، كان مذنب يمشي لنا الجزاء ديالو وكلنا مع القضاء، اللي قال القضاء هي اللي كاينه. فهمتي السريعه، ولكن انت الخبر في راسك، كون بان المغتصب الاول شكون اللي تعدى على ديك البنت كنا غادي نفرحوا معاكم اكثر وكنا نقدروا نعتذروا منكم، والميساج راه وصل. فهمتي يا غزينة، باش تخرجي دابا وتبقاي تهدي على سعاد زعما انا وجدي راسك وليداتك اللي غيقابلهم لك، حتى انت غوجدي بنتك وشكون اللي قابل لك البنت،
يعني تنتي ساعتك قريبه يا ودي السريعه، قوش دراسك. ما كيهمنيش انا اللي كيفرح في الاول، انا كيهمني اللي كيفرح في الاخير. احتفال هو ملي كيكون في الاخير، ما تفرحيش بزاف. باقي ان شاء الله غادي يشوفي الله سبحانه وتعالى كبير، ربي غادي بيه الحقيقه. غصبري وغتفرشوا بعضياتكم بعضياتكم، حيت اللي كيكون ملاقي على شي واحد على حساب الغدر ولا حساب مصالح، اين فوا ما تبقاش فيا مصلحتك، واحد النهار غادي نخرج وغنفرش كلشي. شحال من قضيه كدوز عليها شحال وكيتحل اللغز ديالها. راه كاين شي واحد اللي كيكون داير شي جريمه شحال من عام، تصيرو تصنتو على القضايا اللي عند السي الخراز، وغتسمعوا بزاف ديال القضايا وغتفهموا. شحال من قضيه كدوز عليها شحال ومن بعد كتعرف الحقيقه. راه قد ما طالي لا بد ما كيطلع النهار. ربي كبير، يقدر ربي دابا غير كيمتحن الصبر ديال سعاد، غير كيمتحن الصبر ديال سعاد، وان شاء الله غتبان الحقيقه. ومادام سعاد كتبكي وكتطيح دموعها وباغا غير حق بنتها، ربي غادي يجيب لها حق بنتها، وربي غادي يجازيها. عمر ربي ما كيخلي الدمعه ديال المظلوم تنزل غير هكاك، الا وكيكون الجزاء. غير صبري السريعه، غير صبري وما تفرحيش بزاف. ها الفعل، ها التليفون كان غادي يطيح. الفعل الفعل اودي السريعه، ما تفرحيش بزاف. لا انت لا شنيتيكا داك النهار كتقولوا ولدنا مظلوم، نهار عقلتوا نهار يتحكم على ولدكم، نهار يتحكم على اللي تعدى على عائش، كنتو كتخرجوا كتقول لا ولدنا مظلوم، داروا لي فخ وتنصاب عليه ولدنا. دابا ملي خرج بكشه براءه كتقولوا تحيه للقضاء. حنا الحمد لله حنا واخا بكشه خرج براءه كنقولوا تحيه للقضاء. نتوما ما قلتوش هادشي نهار الاول، كنتو كتقولوا لا ولدنا تظلم، كنا كنخرجوا كنقول لكم ما تضربوش في القضاء، ما تضربوش في القضاء، القضاء ما كيظلم حتى شي واحد. شوفي القنوات نوات تطيحونا في الفخ، ولكن ربي كبير، ان ينصركم الله فلا غالب لكم. وصبروا، راه كاينه العداله الالهيه، كاينه العداله الالهيه، وان شاء الله غالب الحق. نفرح انا كن فعلا كما قلت لكم، الاب خرج وكيقول من هو المغتصب وكيقلب، ديك الساعه ما يبقاش عندي الشك. اشنو دابا اللي دخل الشك للمتتبعين والقنوات وكل شيء؟ هي خوتي يعطيوني دابا غير اللوجيك. الله يرحم لكم الوالدين، سيروا معايا وحده وحده. نتوما دابا لو وقع شي مشكل لبنتكم، ولا وقع شي مشكل لاختك، ولا شي مثلا اختك صغيره 13 سنه وقع لها مشكل، ومن بعد عرفتي، ديروا نتوما والدين دابا بلاص بوكريشه، واش غتنوضوا تضامنوا مع الام وتقولوا ما تكون تعدى على هاد البنت، او لا غتخرجوا تصليوا على النبي وتزغرتوا تقولوا عندي الورقه الرابحه. كون كنتو نتوما مثلا وقع لكم هاد المشكل والاب ديالكم متهم بهاد التهمه، ما غتخرجوش تصرحوا نهار الاول وتقولوا شكون المغتصب. غنقول ان الاب ديالي غادي يمشي فيه، نخرج نقول من هو المغتصب من الاول، نخرج نقول شكون هو المغتصب. وعاد تاكدنا وعرفنا حاجه. نقول لكم واحد القضيه خوتي، حنا راه ما كيوصلناش شي حصري بزاف، حنا راه مجموعه لا منتميون، باش تعرفوا واحد القضيه. انا ما مع حتى شي مجموعه، انا مع راسي كنناقش داكشي اللي كيروج ومتضامن مع سعاد. عاد عرفت انا علاش كان شادن الزهيرو، الزهيرو علاش كانوا شادينها، وعلاش كيشريو لها التليفون، وعلاش كيخرجوا البنت معاهم، وعلاش كيسافروا بالبنت، وعلاش السريعه تنازلات ومشات معها للسبيطار عند سعاد ديك المره باش ترجع البنت معاها. لانهم علاش كانوا كيقولوا القنوات المروبله خليت تسالي الجلسه وصيفطي البنات عند امهم، غير تسالي الجلسه وصيفطي البنت عند امها، لان كانوا محتاجين الشهاده ديال فاطمه الزهراء. شوفوا التفكير ديالهم علاش كانوا شادين البنت الصغيره. وعصبروا عصبروا اخوتي، شوفوا غير صبروا. انا كنقول لكم المشاهدين ديالي غتيقوا فينا وصبروا، الحقيقه غادا تبان، راه الحقيقه غادا تبان. ربي ضروري ما غادي يفضح المجرم كما بغى يكون. انا ما كنقولش بكريشه، ولكن ربي غادي ينصر سعاد وغيبين الحقيقه ان شاء الله. الدعوه مع سعاد، وخليكم متحدين ومضامين مع سعاد، ربي ان شاء الله غادي يبين الحقيقه في القريب العاجل يا ربي. تحياتي لكم اخوتي الاعزاء، هذا هو لا فيديو، كنتمنى ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق والبارتاج. تحياتي لكم.